السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الدريبي مدونة دروس اونلاين عالم الكمبيوتر والانترنت. النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نشغل اكتر من مليون راديو، مليون محطة اذاعية على الراديو عن طريق برنامج صغير، والبرنامج ده مش بيحتاج لنت، يعني يدوبك كده ايه لو شم ريحة نت هيبدأ يشغله معاك، يعني لا بيسحب سرعة ولا بيعمل أي حاجة، برنامج خفيف جدا. رابط تحميل البرنامج هتلاقيه موجود أسفل الفيديو، بعد ما تحمله هتلاقي عندك أيقونة على سطح المكتب بالشكل ده. بعد ما بتحملها بتسطب البرنامج، طبعا البرنامج تقدر تعربه باللغة العربية، وبعدين التالي موافق، التالي تثبيت، كده تم إنهاء التثبيت. ظهر لك أيقونة على سطح المكتب وبدأ يفتح البرنامج معاك. تقدر طبعا عندك هنا أكتر من مليون قناة، أكتر من مليون محطة إذاعية، طبعا اللي في محطات عربية وأجنبية وجميع اللغات. فمثلا لو جينا نبحث عن نجوم، أو 100.6، معلش عشان بس مليش أنا في جو الراديو ده، بس حبيت أعرفكم الطريقة. عندك هنا نجوم اف ام 100.6، تمام. هنا بتعلي وتوطي. معزومة يعني؟ كالعادة. ايوه، فكان ملوخية بقى، بطاطس صينية، صينية بطاطس، وكان ايه كمان؟ زي ما انتوا سامعين معايا الراديو اشتغل، تقدر تشغل برضو اي قناة تانية. طيب ولو عايزين نشغل اول ما يفتح الجهاز الراديو يشتغل معانا، بنبدأ بنضغط على الايقونة دي، وبعدين عندك في الجنرال بتضغط على ستارت ويز ويندوز، علشان اول ما تفتح الجهاز على طول يبدأ الراديو يشتغل معاك، وبيشتغل على القناة الاخر قناة سايبها، تمام زي ما انتم شايفين. منين هنسمعها ونرجع تاني؟ 1006. وبكده نكون تمام درس النهارده. متنسوش رابط التحميل هتلاقيه موجود اسفل الفيديو، تضغط على الرابط هيبدأ معاك التحميل على طول، وبتستمتع بيه الراديو. واتمنى يكون الدرس مفيد، واشوفكم على خير باذن الله. ولو حابب تتواصل بالدروس القادمه على مدونه الدروس اونلاين، يمكنك متابعتنا على الفيسبوك www.facebook.com/دروس اونلاين، او البحث عن كلمه دروس كمبيوتر اونلاين والاعجاب بصفحتنا، والأهم من ذلك هو تفعيل خاصية الحصول على الإشعارات حتى يصلكم إشعارات بالمنشورات اللي احنا بننزلها يوميا على الصفحة. وكذلك يمكنك متابعتنا على تويتر www.twitter.com/دروس اونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر اونلاين. وبالأخير لو كان عجبك الفيديو النهاردة، ما تنساش تضغط على لايك، وكذلك الاشتراك بالقناة، ومشاركة الفيديو مع أصحابك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولو كان عندك تعليق تقدر تسيب لنا تعليق بالأسفل، وإن شاء الله هنرد عليك في أقرب وقت ممكن. شكرا.